أهلا بكم مشاهدينا من جديد. المهاجم حمزة الدردور ينقل حب نادي نجران من السعودية إلى الرمثة في الأردن. محمد العزة. هو من مواليد مدينة الرمثة شمالي الأردن، ولد في عائلة رياضية، فكان أصغرهم عمراً أكبرهم إنجازاً. حمزة علي خالد الدردور منذ الصغر تعلق في كرة القدم، فكان مرافقاً لأخويه اللذان سبقوه إلى الملاعب. موهبته الكروية لفتت أنظار المدير الفني لمنتخب النشامة، فأصبح أحد اختيارات حمد وواحداً من أبطاله. انتقل في عام 2012 من نادي الرمثة الأردني ليدافع عن ألوان نجران السعودي. موهبة كروية فذة، ومن خلفه ذووه الذين كانوا أكبر داعميه. حمزة من صغير ويلعب فطبول وأنا ماشي معه على الدرب، ودائما أنطي دافع عني، يعني ما بشجعه. شلون شعور الأم لما ببقى ابنها يلعب مثلا، بدي إياه يلعب مليح وكويس، ولما بقع بضايق شوية، يعني شو بدي أساوي؟ بركض معاه أخرى، بتلاقيني يوم بقى يركض بركض معاه، كان أنا اللي بدي أجيب الجول أخرى. عقد ما ببقى متحمس له. بأعصاب مشدودة وتوتر كبير يتابع الجميع لقاءات نجران الذي بات الفريق الأول في دوري زين بالنسبة لعائلة الدردور، فالكل هنا من المتعصبين لنادي نجران حتى وإن كان المنافس يفوقه قوة. الأب وعند الخسارة أو ضياع الفرصة يلقي باللائمة على نجله الذي يتوقع منه بأن يكون الورقة الرابحة في جميع المناسبات. بصير أسب عليه صراحة، بل ماله شو، ليش ضاعت منه، ليش ما بدي شو شابه، ما هلها الشغلات تاية، ولما يجيب هدف بنبسط الواحد برتاح. أنا والله من المتابعين للدوري السعودي، أنا نصراوي طبعا، كنت بتابع نادي النصر، وبس حمزه راح وصار مع نجران صرنا نتابع نجران. صرت تتابع نجران خلاص راح النصر؟ لا ما راح النصر، طبعا نادي النصر نادي كبير ومعروف، بس مؤقتا منشجع كونه حمزه في نادي نجران، يعني متابع نادي نجران. في غرفته وامام مجسم لحمزه يقف الأب متأملا نجله الذي يطمح بأن يراه يوما في صفوف كبار هذه اللعبة، خاصة وإن الدوري السعودي زاد من تألق الدردور نظرا لشدة المنافسة فيه إذا ما قرن مع الدوري الأردني. حقيقة يجب أن تقال، إن الدردور ورغم قلة المباريات التي خاضها مع نجران إلا أنه في أغلب الأحيان كان مفتاح الفوز لفريقه، سواء بأهدافه الحاسمة أو تمريراته الدقيقة، فبات اليوم أحد أبرز اللاعبين في نادي نجران. محمد العز، العربية، عمان. كيف عاش الفتح ليلة تتويجه بلقبه التاريخي الأول؟ مرتضى العلوي كان معهم في كل مكان في تلك الليلة، وأنا أشكركم جزيلا لمتابعة في المرمى. أن ترافق فريق الفتح بطل الدوري هو يعني أنك ترافق من صنع معادلة جديدة في الكرة السعودية، سرعة الإنجاز وتأثير الاستقرار. نرافقه بحثا عن ذلك السر وتلك الخلطة السحرية التي جعلت هذا الفريق يصعد من دفاعة الصاروخ نحو تحقيق اللقب الأول بعد 4 سنوات فقط بين الكبار.
يسير الفريق بخطى ثابتة وواثقة وبانضباط واضح يشعر به أي متابع ما إن رأى الفريق عن قرب ولو لساعات قليلة. مهام جميع الأجهزة واضحة ويعملون بانسجام تام، فلا تكاد ترى أي ازدواجية، حتى اللاعبين لا ترى بينهم أي انشقاق أو شللية. ربما ذلك هو أهم أسرار الفريق. إنه التدريب الأخير للفريق قبل مباراته الأخيرة في الدوري أمام الاتفاق، حيث سيحمل لاعبوه الكأس التاريخية. أجواء الفريق في معسكرهم الأخير لم تكن احتفالية، يقولون إن هذه الأجواء الودية هي ديدن الفريق منذ أن خطى خطواته الأولى في الدوري الممتاز قبل سنوات. شكرا، أتكو العافية، الحمد لله، حبيبي، مكافأة، خلاص. كيف تشوف مباراة بكرة؟ بكرة مباراة إن شاء الله كبير تركيز تكلافيا تكلافيا إن شاء الله. الموسم حلو هذا الموسم ولا لا؟ معلوم معلوم معلوم. إن شاء الله بكرة تمرين ما في أرجع. قدام قدام all player قدام إن شاء الله ربي منطقة جا دوريس خاف جول بول جول إن شاء الله بكرة ما في أرجع قدام قدام إن شاء الله. ما في منسف؟ يا ريت والله. يا ريت والله. يلا مقلوبة مش والله مكثر. لا ضيلي ولا بدر توهقني يعني اني ماكل كثير. لا الي ولا بدر ذا متاخر انت في خطب ترى متاخر. لا ها وينك ما شفتك قاعد انتظركم فوق وما شفت. طيب واللي تاخر ايش واللي تاخر؟ لا طيب ساعه يعني ما خلص بيتاخر يسوي فيه كمل معك اللي تاخر بعد الله يعينه يوقع يرجع النادي. شو وقعك؟ وقع خصم. خلاص خذنا الدوري اكيد بنوقع خصومات دام خذنا الدوري اكيد ما في خصومات ان شاء الله. لا الله يعطيهم العافيه بيض الله وجههم. بالعكس هذا اللي نروح اللي تشوفونه ترى دائما هي مستمره طبعا معنا الحمد لله رب العالمين. في فرق بين الملعب وفي فرق بين المكتب مكتب خصومات في فرق بين العشاء والغداء طبعا اكيد في فرق. عوافي عوافي عوافي. انا ترى ما اتكلم اذا كنت جعان ما ابدا ما اتكلم. كويس انك رديت علي تقنعنا ان هذا اكلك بس والله هذه مفتحات. بس لسه بس يقولون كل ما تزيد النقاط في عند الفريق الفتح زاد وزنك كابتن. لا اللي قال لك الكلام يزبك ثبت منه. وين ما تروحون عندكم الحب الله. انت هذا انت قلتها من شو اول ما دخلت قلت حسويه شيء طبيعي يعني انه معانا حد يلعبون بلوت. انا ما اعرف عشان كذا ما في لعب في غرفتك. في غرفتي ما في هناك روحنا اي غرفه ما العب. انا قاعد اتابع. يقولون خبير شاي حرقني. يمكن ميزه من ميزات لاعبين نادي الفتح الحقيقه هو معناها الجو الموجود في كل المعسكرات. احنا وصلنا تو الحين وانه الحقيقه فيه روح مسؤوليه كل وانا كل لاعب حاس معناها حاس وانه المعسكر معناها ما هوش بالنسبه للمسؤول اللي يزمه يراقب ولا بالعكس. ايمن يعني كان ينتظر تعطيل يعني انه الفتح تعطل وحتى يلحق به فريقه المفضل وكذا، لكن الحمد لله رب العالمين احنا كنا نستقل التصريحات هذه وكنا نستقل المنشطات الاعلاميه الموجوده في الصحف بعض الصحف طبعا وكنا نستقلها في تهيئه اللاعبين انه هذا ما ذكروا عنكم. لن نتحدث عن دوري بالكامل، سنتحدث عن كل مباراه لحده. بدأ العد التنازلي للمباراه الاخيره. المدرب يرسم التشكيلة وخطة اللعب، يوجه بأهمية الفوز وأن نزولهم للملعب لهدفين انتصار واحتفاء. انت لازم يعني تظهر للجمهور هذا اللي بده يجيك وللعالم اللي راح يتابعك اليوم انه انا الفتح البطل، انه انا بستحق هاي البطولة، اتوج وانا فايز المباراة.
وفكر ثم وصل نادي ويضرب مثال نموذج قوم وفعل الفتح. ولأنه النموذجي فأن لاحتفاله طعم آخر على سطح حافلة. مثال نموذج قوم وفعل يعني حافل أول مرة يعني على تاريخ الكرة السعودية وعلى الكرة الخارجية نشوفها في أوروبا. والله الحمد لله كل مبسوط فرحان. حقيقة لنا حق ننبسط، لنا حق نستمتع فرحة جمهورنا فينا، وإن شاء الله نكون دائما محل الطموح بإذن الله. قبل على رأس كل واحد من الحضر ودعمنا تحديدا مباراة اليوم، جمهور صراحة رائع. ليلة تغنى بها أهل الأحساء، ليلة ويا ليتها تعود. مرتضى العلوي، العربية.